محمد الذي تنحض به العقد وتنفرج به الكرب وتقوى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعذابي كل ما علم الله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحض به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال حسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفسهم بعذابي كل ما علم الله وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها بعد الممات اللهم صلي على سيدنا
تقضي لنا